السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة من برنامج آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 من الميلاد، الموافق أيضا 24 شهر ربيع الآخر لعام 1446 من الهجرة النبوية المشرفة لسيدنا محمد خاتم المرسلين وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وصلوات وسلامات الله على كل أنبياء الله المرسلين. وبعد، التركيز ما بيتجزأش، التركيز ما بيتجزأش، ما ينفعش ابقى مركز نص تركيز والنص التاني دماغي في حاجة تانية، هنا كله هيبوظ. رسالتي هنا لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، اللي أنا شايف إنه موهبة استثنائية قد يضيع نفسه، قد يضيع نفسه. كلنا بلا استثناء أهلوية وزملكاوية وكل المهتمين بالكرة كنا شايفين رحلة صعود إمام عاشور اللي كان حائز على إعجاب الجميع، خصوصا في المرحلة بتاعة نادي الزمالك، ثم احترف بعض الشهور ورجع من الاحتراف على الأهلي، وبداية كام شهر من وجوده في الأهلي وكان لسه مركز وكان لسه عايز يثبت نفسه، كان إمام عاشور واحد من أهم اللعيبة في مصر. ثم حصل حاجة. هل بقى ضمن مكانه؟ الغرور شوية لعب في دماغه، فكرة ان الفوز بقى سهل والبطولات بقت كتيرة، فانا مش محتاج اركز زي الاول، مش محتاج اصر زي الاول، مش محتاج ادي لشغلي كل وقتي وتركيزي وجهدي زي الاول، مش عارف. هو في النهاية امام لازم يسأل نفسه. ثم حدث ما حدث في السوبر الافريقي، فحصل شدة من مجلس ادارة النادي الاهلي ومن الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي لامام ولغيره لكل اللاعبين، وقال لهم حالة التسيب شوية، حالة التوهان شويه اللي كانت موجوده دي، والبلبطه بتاعت الصيف والخروجات والفسح والعروض والازياء وبتاع بخ. فاللعيبه رجعت لتركيزها تاني، وشفنا البوادر، شفنا البوادر والمقدمات في مباراه السوبر المحلي يوم الخميس اللي فات. وحسين الشحات حلق شعره، وامام عاشور حلق شعره وشال الصبغه اللي كان عاملها ومش عارف ايه وبتاع، رغم ان هو قال لك ان انا حلقت عشان بنتي ولا ابني كانوا بيخافوا مني لما كنت بقرب منهم شعرهم كده، كانوا بيخافوا مني. لكن انا في رايي ان هو حلق اولا انضباطيا من اداره الاهلي، ثانيا عشان يقول انا بركز اهو. فالنقطه اللي انا بقولها دلوقتي هي نصيحه اخ كبير، اهدى يا امام واقفل ودانك. ليه انا بقول هذا الكلام؟ لان امام كثير التفاعل بالتصريحات سواء في الاعلام او على السوشيال ميديا، وده مش كويس، وده مش كويس. فكره الرد والتحفيل والرد على الجمل، وان انا اكيدك بجمله فتكدني بجمله فغيظك ببعدها، ده شغل جماهير يا امام، مش شغل لاعبين. يعني سيب الحكايه دي للجماهير، الجماهير متكفله بها على السوشيال ميديا. واحد زملكاوي على السوشيال ميديا يقول كذا، فواحد اهلاوي يرد عليه، فدول يردوا على بعض وكذا، هي دي حاله التحفيل. المهم انها بتبقى طبعا بدون تجاوز وبدون سباب وبدون اي شيء يعني يخالف الحياء العام. لكن دي شغله الجماهير، شغله اللعيبه امام في الملعب بس. انا بقول هذا الكلام ليه؟ لانه زي ما بقول لكم كده دائم التصريحات، طالع قال لك انا مش عارف جمهور الاهلي ما يفرحش قوي بكذا لانه شبعان بطولات ومش جديد علينا ان احنا مش عارف، هنا بيرمي كلام على كلام اتقال. وكمان طالع يقول لك احنا اللعيب مننا في الاهلي مش ب10 ولا ب20، لا ده ب100، وهنا برضو بيرمي كلام على كلام كان قاله احد اللعيبه من اسبوع 10 ايام. صدقني مش دورك يا امام. اولا ده بيفقدك تركيزك، ويوضح ان انت بركز في التصريحات وفي السوشيال ميديا وفي التحفيل وفي المكايدة الرياضية اكتر ما انت مركز في الاستحقاقات والمباريات المهمة اللي الاهلي مقبل عليها، واولها يوم الثلاثاء اللي جاي مباراة مصيرية، ديربي عربي كبير ما بين الاهلي المصري والعين الاماراتي، اللي ان شاء الله الاهلي يبقى في الموعد وباذن الله يرفع راس مصر وينتصر انتصار يعني يشرف الكرة المصرية ويصعد به الى نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال اللي هو كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة. فعشان كده بقول لك في الاول خالص، زي ما حلقت شعرك
اقفل ودانك وخلي كل تركيزك في الملعب. سمعت كلامي يضايقك، سمعت تحفيز، سمعت مكايده، سمعت حتى حد تجاوز فيك، خلي ردك في الملعب. اقوى رد واحسن رد واذكى رد هو الرد بشغلي، بنجاحي، بتألقي وتفوقي. ساعتها ستخرس كل المتلسنين عليك. انا مبدئي كده، واي حد عنده سنة خبرة في الحياة لازم يوافقني على اللي انا بقوله ده. طول الوقت تركيز في الشغل والنجاح فيه ابلغ رد على كل اللي عايزين يوقعوني، على كل اللي عايزين يشككوا فيك، على كل اللي كذا كذا كذا. لكن لو سبت شغلي وابتديت ارد عليهم هيبقوا نجحوا فيه اللي هم عاوزينه، فشلوني ودخلوني بقى في مسجلات وخناقات وما الى ذلك. فنصيحتي يا امام، عشان انت موهبة كبيرة يجب الا تهدر، للاهلي ولمنتخب مصر، التركيز ما بيتجزأش، كل تركيزك في الملعب، وكل ما تغل طلع الغل في الملعب، وكل ما تطلع ده في اهداف وفي اسيستات وفي تموت نفسك في الملعب، كله هيسقف لك بما في ذلك اللي كان بيتكلم عليك. يا رب تكون الرسالة وصلت، واعتقد انها هتوصل. مباراة الثلاث طبعا مباراة مهمة جدا، مباراة الاهلي والعين الاماراتي. والحقيقة ان العين الاماراتي فرقة اماراتية اسيوية بصبغة عالمية. صبغة عالمية يعني ايه؟ يعني فيها لعيبة من جنسيات مختلفة، بالاضافة الى مدربهم الارجنتيني هرنان كريسبو، وطبعا بقى عد بقى نجوم، وعلى رأسهم طبعا المرعب سفيان رحيمي المهاجم المغربي، واللي متألق بشكل كبير جدا، متألق سواء مع نادي العين او متألق مع منتخب المغرب، وكان واحد من اهم نجوم دورة باريس، الاولمبياد باريس اللي اتلعبت، وخد هداف البطولة. فاحنا بنتكلم على مهاجم سوبر خطير يهدد اي حارس مرمى ويهدد اي دفاع، فبالتالي اكيد مارسيل كولر ودفاع الاهلي هيعملوا لسفيان رحيمي تحديدا الف حساب. بس هو فيه مع خطورة نادي العين وقوة نادي العين والسكواد التقيل بتاع نادي العين اللي فيه جنسيات برازيلية واوروبية ومن كل لون، بس في شيء مبشر يدعو ان احنا نتفائل، الا وهو دفاع العين. الجوانب الدفاعية عند نادي العين سيئة للغاية، والحقيقة ده مش تحليلي انا، ده باعتراف هرنان كريسبو نفسه المدير الفني لنادي العين، لما قال احنا على المستوى الهجومي احنا فرقة خطيرة بنصل كل دقيقة للمرمى وقادرين على التسجيل في اي لحظة، وهو محق في ذلك. قال لك مشكلتنا في الدفاع ان احنا مرمانا كل ماتش بيستقبل اهداف كثيرة، والدليل الاخير المباراة الاخيرة اللي حصلت ما بين الهلال السعودي والعين الاماراتي في دوري ابطال اسيا. المباراة انتهت 5-4 وكانت في الامارات، كانت في استاد العين. المباراة انتهت 5-4 لصالح الهلال. شوفوا الـ 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 العين احرز 4 اهداف على ارضه، وسفيان رحيمي اعتقد احرز 2 او 3 منهم، يعني فرقة اهي غزيرة التهديف، بس بدل ما تطلع كسبانة طلعت خسرانة عشان مرماها وحارس مرماها استقبل 5 اهداف. فدفاع العين دفاع تحركاته غلط وتمركزاته غلط وتغطياته غلط، فبالتالي عنده مشاكل كتير. الحل ايه بقى؟ انا بقول اهو عشان مارسيل كولر ما يجيش بعد كده يقولك ما قلتوش، اديني بقول. والمترجم مين اللي مارسيل كولر؟ مارسيل كولر الحل من وجهة نظري انك ما تتركش الفرصة لنادي العين انه يبني الهجمات ويوصل للمنطقة الامامية في دفاعات الاهلي. هنا هيبقى في منتهى الخطورة. لو ضغطت يا اهلي على العين ومنعته من الخروج بالكرة، خط دفاعه هيرتكب اخطاء فادحة يمكن ان نسجل منها سريعا. لكن لو سبت العين يبني الكورة وانت ارتديت تأمن نص ملعبك وقت الهجوم بتاع الامارات او وقت الهجوم بتاع العين، هتعاني مشاكل كتيرة، لان هم في نص الملعب وفي الهجوم عندهم لعيبة تقيلة قوي. فرأيي الا تسمح للكرة بالخروج من نصف الملعب بتاع نادي العين. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، عشان محدش يجي يقول محدش حذر. كل التوفيق ان شاء الله للاهلي والعين. طبعا العين فريق شقيق وامارات حبايبنا واكتر من حبايبنا كمان، لكن في الكوره وفي الاهلي بالذات ما اقدرش اجامل حد على حساب
مصريتي واهلاويتي. فكل التوفيق ان شاء الله للشياطين الحمر النادي الاهلي ويرفعوا راس الكره المصريه باذن الله، ويخرج ديربي عربي يليق ويشرف الكره العربيه والكره المصريه الاماراتيه تحديدا. يعني اخيرا في الملف الرياضي، يعني امبارح شفنا ملحمه كتالونيه على الاراضي المدريديه، ملحمه كتالونيه على الاراضي المدريديه، ورغم انها ملحمه ورغم ان برشلونه امبارح قدم لوحه فنيه عظيمه في استاد سانتياغو برنابيو استاد ريال مدريد الملكي العظيم، ورغم ان المباراه انتهت 4-0 نتيجه ثقيله قد تصل الى مرحله الفضيحه يعني الكرويه، ولكن اللي يتفرج على الماتش وبيفهم كوره لازم يقول سبحان الله، عجبت لك يا كره القدم، عجبت لك يا كره القدم. هنا شوفوا عمالين نتغزل امبارح كل الكون، كل الكون، لان ده اسمه كلاسيكو الارض، فكل الارض بيتغزل امبارح في نادي برشلونه واداء برشلونه ولعيبه برشلونه وهانز فليك الالماني المدير الفني لنادي برشلونه، وعندهم حق. بس تخيلوا معي ان المباراه دي اللي انتهت بنتيجه فظيعه 4-0 لصالح برشلونه كان ممكن وعادي جدا انها تخلص 4-0 لصالح ريال مدريد، هي نفس المباراه. هتقولوا لي ايه؟ هقول لكم اللي ارجعوا اتفرجوا على 90 دقيقة وانتوا تصدقوني. أول 55 دقيقة الشوط الأول كله وأول 10 دقايق من الشوط الثاني تقريبا كان وان سايد جيم لريال مدريد. هجوم من ريال مدريد ودفاع متقدم بطريقة مسيرة التسلل من برشلونة. كمية الانفرادات والأهداف اللي تحديدا كيليان امبابي وفينيسيوس جونيور ضيعوها في الشوط الاول كان ممكن تبقى نتيجه ثقيله لريال مدريد، وما كناش وصلنا بقى لاي ريمونتادا تانية في الشوط الثاني، خلاص الموضوع انتهى 3-4-0 وريال مدريد خلص الماتش. عشان كده بقول لكم سبحان الله، من نتيجه ساحقه لريال مدريد تتحول المباراه في اخر 35 دقيقه الى نتيجه ساحقه لبرشلونه، وبدل ما تطلع النتيجه 4-0 هنا طلعت 4-0 هنا، وبدل ما يبقى الهدافين والمتالقين فينيسيوس جونيور وامبابي بقى يمين يامال وليفاندوفسكي ورافينيا مهاجمي برشلونه اللي تفننوا في احراز الاهداف في الشوط الثاني. كره القدم ملهاش كبير وملهاش ميزان وملهاش مسطره وملهاش عداله. الكوره بتحب وتكره. الكوره بتحب وتكره. زي ما الكوره عملت في ماتشات الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا في السوبر المحلي. الكرة حبت الاهلي وظلمت سيراميكا، والكرة حبت الزمالك وظلمت بيراميدز. كمان امبارح الكرة حبت برشلونة وظلمت ريال مدريد، لكن في النهاية يستحق برشلونة بالاداء اللي عمله في الشوط الثاني وبالسيمفونية الرائعة. كلمة أخيرة لريال مدريد ولكل الأندية اللي بتتبع هذه السياسة. تكنيز اللاعبين النجوم وتكدسهم في فرقة واحدة غالبا ما يؤدي إلى نتيجة سلبية. غالبا ما يؤدي إلى نتيجة سلبية. مش بكبسة اللاعبين. اسألوا بقى النماذج كتير. اسألوا باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان كان في لحظة من اللحظات كان كيليان امبابي بيلعب ونيمار بيلعب وميسي بيلعب وديماريا بيلعب ومش عارف مين منتخب الأرض بيلعب. وباريس سان جيرمان ما خدش حاجة. ما خدش حاجه لا كاس عالم انديه ولا تشامبيونز ليج ولا دوري اوروبي، بالكثير كان بياخد الدوري الفرنسي. فالامثله كثيره. واسالوا بيراميدز، نادي بيراميدز هنا لما كان في الاول فكره شراء لعيبه عماله على بطال ما خدش حاجه، لما استهدى بالله كده وبقى بي عنده سكواد معقول وبيجيب اللعيبه اللي محتاجها اهو بقى قوي وخد الكاس السنه اللي فاتت وبقى بينافس دلوقتي وبقى عنده فرصه في المنافسه على البطولات. القصه مش شراء ولاعبين والسلام، مش اي حد منور في اي حته هاتوه وخلاص. كرة القدم مختلفة عن فكرة ان انا يبقى عندي معلمين كتير في الملعب، لان المركب اللي ليها رئيسين بتغرق، فما بالكم بقى المركب اللي ليها خمس ست رؤساء. طيب تعالوا اخدكم نروح لساحات القضاء اللي كانت النهاردة عامرة بالجلسات الخاصة بالفنانين. اولا اقول لكم الخبر من حيث التحليل الخبري، يعني انه فاكرين المطرب او المؤدي، بلاش المطرب، المؤدي اللي اسمه عصام صاصة اللي كانت قبض عليه بسبب انه خبط حد بعربيته وموته، ولما
تم الكشف عليه وتعمل له تحليل مخدرات بعد القبض عليه مباشرة، تم الاعلان على ان تحليله طلع ايجابي، معناها انه التحليل بيقول ان هو كان متناول لاي عقار او مخدرات اثناء القيادة، فبالتالي دي مشكلة. عصام صاصة اتصالح مع اهل القتيل ودفع الدية، لكن قصة المخدرات دي هي اللي فضلت، فعشان كده النهاردة المحكمة حكمت بحبس عصام صاصة 6 اشهر. حكمت المحكمة اليوم على عصام صاصة المؤدي المهرجانات والاغاني المعروف بالحبس 6 اشهر، اعتقد علشان فكرة ايجابية تحليل المخدرات اللي اتعمل له اثناء قيادته للسيارة. طيب طبعا انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، لان انتوا عارفين انه لا تعقيب ولا تعليق ولا فرحة ولا ذم ولا حزن ولا اي حاجة على احكام القضاء. القضاء واحكامه هي عين الحقيقة، وبنقولها وبنسلم بيها وبنرضى بيها ونقبلها دون اي كلام. في ساحة اخرى من ساحات المحاكم كانت بتتم اولى جلسات محاكمة الفنان سعد الصغير. سعد الصغير عمل ايه؟ سعد الصغير اتظبط في المطار واتقبض عليه وهو راجع من امريكا، وبحوزته مجموعة من المواد المخدرة المعاقب عليها قانونا، ومنها حاجات ليها علاقة بالماريجوانا وزيت الماريجوانا والحاجات دي اللي بيتم تداولها بره، بس طبعا قانون المصري بيحظرها ويحظر تعاطيها وتداولها والاتجار فيها وجلبها من الخارج. طبعا سعد الصغير بمنتهى التلقائية، انتوا عارفين شخصية سعد، يعني انتوا سعد مش جديد عليكم، انتوا عارفين اكتر مني. سعد بمنتهى التلقائية واقف قدام هيئة المستشارين النهاردة في المحكمة وبيقول لهم زي ما انتوا شفتوا كده في الصورة اللي كانت موجودة دلوقتي على الشاشة، بيقول لهم والله العظيم انا ما بشرب حشيش، والله العظيم انا ما بشرب حشيش، وسيادة القاضي حللولي ولو لقيتوني شربت حشيش او بشرب حشيش اعدموني. طبعا ما فيش الكلام ده، بس سعد يعني بيقول الكلام ده عشان يحاول يقنع المحكمة ان هو لا يتعاطى الحشيش يعني. طب ام المشكلة فين يا استاذ سعد؟ قال لك انا باخد بس ترامادول، باخد بس ترامادول. فالمحكمة قالت له ليه بتاخد ترامادول؟ قال له اصل انا كنت عامل عملية في رجلي والترامادول حلو عشان العملية في رجلي، مفيد يعني، نصحوني انه عشان العملية في رجلي تلتئم والالم والحاجات دي فالترامادول تمام عشانه. فهو النهاردة كان جزء من مرافعته وهو بيكلم السادة القضاة المحترمين الاجلاء على المنصة انه بيقول لهم والله ما باخد حشيش واعدموني لو ثبت ان انا بحشش، اما العقار اللي كان موجود جوايا ده ترامادول وكنت باخده عشان كنت عامل عملية في رجلي قبل كده والترامادول حلو للعملية. برضو مش هنعقب طالما قضية منظورة امام القضاء، ومش هنتكلم ولا هنهاجم ولا هندافع ولا لينا دعوة خالص، نسلم بإجراءات التقاضي وسير العدالة، ووقت ما الحكم يطلع هنقوله لحضراتكم. ولعل الحكم وباقي القضايا المنظورة لسعد وغيره من الشخصيات العامة والفنانين بس تكون عبرة للناس المشهورة المعروفة. ده بقى اللي نقدر نتكلم فيه بعيدا عن أحكام القضاء. يا رب مثل هذه الوقائع والحوادث اللي بيتعرض ليها الشخصيات العامة سواء فنان او ممثل او مطرب او تبقى عبرة لكل الناس، وطبعا الشخصيات العامة تحديدا، ان الشهرة والنجومية مسؤولية مش تعالي على القانون، وان الشهرة والنجومية التزام وقدوة وصورة بصدرها للناس مش انتوا فهمتوا القصة. فأرجو ان الناس تعي القصة بس، وربنا يعافينا كلنا، ويا رب يا رب يخرج كل واحد من كربته، ويا رب ما يوقع حد في كرب ابدا، اللهم امين. طيب عندي موضوع جماهيري مهم، انا كنت مستني وكنت قايل للشباب في الاعداد انه اول ما وزارة الاسكان تعلن عن طرح الوحدات الجديدة في هذه المشروعات السكنية اللي عملها الدولة لازم اعلم حضراتكم، لان احنا كان جالنا طلبات كتيرة جدا ان الناس مستنية هذا الطرح وهذه الوحدات، خصوصا ان فيها مشروعات ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل وفوق المتوسط تحت المتوسط، فبالتالي تلقي شرائح كثيرة. جمعنا لحضراتكم كل الطروحات اللي نزلت في مشاريع وزارة الاسكان في هذا التقرير عشان حضراتكم تنتبهوا، واللي عايز يقدم ربنا يكرمه وينعم عليه باربع حيطان يا رب.
اهلا وسهلا بحضراتكم، موعدنا الان مع التقرير الاخباري اليومي المجمع اللي فيه كل التطورات اللي حصلت على مدار 24 ساعه، ومنه الى الفاصل، وبعد الفاصل حصه التاريخ الاسبوعيه مع الاستاذ الدكتور وسيم السيسي. اهلا وسهلا بحضراتكم، درس التاريخ للاستاذ الدكتور وسيم السيسي. مساء الخيرات، شرفت ونورت مكانك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا استاذ سامر، شكرا جزيلا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، الصحه تمام؟ تمام يا رب دايما، ربنا يخليك. النهارده هنتكلم في درس التاريخ عن معلم اثري مصري كبير، يمكن مش واخد حقه قوي، والاجيال الجديده يمكن ما يعرفوش قوي. طبعا احنا عندنا اثرنا الحمد لله يعني عد ولا حرج، لكن اشهرها عند الاجيال وعند المصريين كلهم الاهرامات، ابو الهول، سقاره، معبد حتشبسوت، دندره، معبد مش عارف الكرنك. النهارده هنتكلم عن معلم ومعبد ممكن يكون اهم من حاجات كتير مشهوره، لكن حضرتك هتلقي الضوء عليه بشكل تاريخي مظبوط، وهو معبد ابيدوس. تمام، ايه اهميه معبد ابيدوس؟ اولا هو في جنوب سوهاج، وانا زرته من بضع سنوات، وهو يعني غرب البليانة. والبليانة ده هي طبعا محافظة سوهاج، موجود مساحة ضخمة جدا، كبيرة قوي، ومشهور بالمعابد بتاعته. لكن زي ما حضرتك بتقول، ايه اهمية هذا المعبد؟ ان اكتشاف هذا المعبد اللي هو بدأ من 1899، يعني بقاله دلوقتي حوالي 125 سنة، وكان تحت الرمال، عشان كده سمي بالعرابة المدفونة، لأن كان مدفون تحت الرمال. كويس. ان كشف على ان العقيدة متجذرة في مصر من قبل الأسرة الأولى، وان هذا المعبد وجدنا فيه انه كان اولا كان عاصمة للبلاد، الملوك مدفونة فيه، لدرجة ان سنة 2014 وجد اسم ملك يعني مش معروف ولا داخل ضمن قوائم الملوك، انما كان من ضمن الملوك اللي هم ما قبل الاسرات. كويس. كان ابيدوس هو العاصمة لغاية الاسرة الرابعة. المعبد يعني ده كان العاصمة. العاصمة ابيدوس دي كانت العاصمة لغاية الاسرة الرابعة، بعد كده انتقلت الى منف. كويس. فدي اهميته، ان اثبت ان قدماء المصريين عرفوا العقيدة وكانوا يحجون اليها. فكان الحج الى ابيدوس من قبل عصر الاسرات. تمام. احنا بس وحضرتك بتتكلم، احنا بنعرض للناس بعض المشاهد من المعبد عشان من لم تتح له زيارة المعبد في سوهاج يبقى حضروا معانا. ويا بخته اللي كان. ليه بقى هناك؟ لان كانوا يعتقدون ان جسد ادريس اللي هو اليونان بيسموه اوزوريس مدفون هناك. وطبعا هو رب العالم الاخر، واوزوريس هو رب العالم الاخر، فكان الناس يذهبون الى هناك ويتقربون اليه بالقرابين. اي، ويبدو ان الحج يعني احد الشعائر الدينية، مش بس كانت في مصر، انما كانت مثلا في الحضارة السومرية. يعني كان مثلا الرب نانا والرب انليل كانوا يحجون اليهما هناك. برضو تجد في عند اليونان كانت دلفي موجودة هناك، وابولو. صح. كانوا يحجون اليهم، فكانت شعيرة الحج كانت موجودة باستمرار. فكان القدماء المصريين يذهبون الى هناك ويقدمون القرابين تقربا طبعا لأوزوريس اللي هو رب العالم الاخر، عشان يكرمهم. كل المعبد اللي احنا شايفينه في الصوره دلوقتي كان مدفونا تحت الرمال. كل ده، يا نهار ابيض. تصور، ده حاجه عملاقه. يعني مش بنتكلم على عمودين وبتاع، لا دي مدينه صغيره. لا لا لا. وبعدين في الأسرة 19 بقى نجد سيتي الأول عمل يعني المعبد بتاعه تحفة معمارية، من ناحية الأعمدة اللي موجودة هناك والدقة في المعمار بتاعها اللي موجود هناك. وإن كان هنا حاجة تستوقفني،
رمسيس الأول هو اللي أنجب سيتي، سيتي الأول، صح. وسيتي أنجب رمسيس الثاني، يعني رمسيس الأول هو أب سيتي وجد رمسيس الثاني، مش كده؟ صح. الشيء الغريب إن رمسيس الأول كان من أتباع ست اللي قتل أدريس، وسمى ابنه سيتي على ست. دي حتة علامة استفهام كبيرة، أنا بطلب من الناس المهتمين، صحيح، غريبة قوي، إن هم يعني يفسروا الحتة دي، إنما أنا بتوقف عندها، لدرجة أن سيتي الأول اللي هو أبو رمسيس الثاني أحس بإن الناس كلها مندفعة ناحية أوزوريس، فعمل معبد لأوزوريس هناك، وعمل معبد رمزي بالنسبة له، لدرجة إن الناس بتعتقد إن أوزوريس مدفون هناك، يعني بمرور الآلاف السنين والحاجات اللي زي دي إنه مدفون هناك. إنما دي يعني إيه هو؟ إنما طبعًا من ابتداء بقى من رمسيس الثاني وبتاع، عمل معبد رائع جدًا لنفسه اللي هو رمسيس الثاني، وكمل المعبد بتاع والده. مفهوم. يعني سيتي الأول عمل معبد بس مات، ما كملوش. المعبد العظيم ده بقى اللي كمله رمسيس الثاني وعمل معبد تاني، وعشان كده أعظم المعابد اللي موجودة في أبيدوس هي سيتي الأول ورمسيس الثاني. سيتي الأول ورمسيس الثاني. الثاني. دي من أعظم المعابد اللي موجودة هناك. مفهوم. هل في يعني في الطراز المعماري أو الإنشائي أو ما شبه يعني رائع. هل في شيء؟ ما طبعًا رائع. من سيتي في سيتي الأول بالذات. بس هل انا قصدي ان في حاجه مختلفه تميزه، يعني مثلا حتشبسوت في بعض العلامات المميزه، الكرنك في بعض العلامات المميزه، ايه اللي بيميز هذا الصرح؟ اللي بيميز هذا الصرح المدفن اللي هو عمله سيتي الاول لأوزوريس، عامل فيه انبوبه تجيب ميه على اساس رمز الحياه، ان الحياه بدات من المياه. العبقريه الهندسيه المصريه القديمه ازاي ان الميه تروح وتتصرف بعد كده، انما زي ما تقول عامل نافوره في هذا المكان. حلو قوي. فدي حلو حاجه قوي. طبعا غريبه جدا، تدل على العبقريه الهندسيه بتاعه قدماء المصريين. لا، والنقوشات والنحوتات كمان على جدران المعابد حاجه بديعه، حاجه رائعه، الاعمده كمان والمسافات اللي بينها بالملي، يعني يعني عبقريه هندسيه في معبد سيتي الاول ده بالذات يعني. وطبعا رمسيس الثاني يعني. إنما لا يمكن نذكر أبيدوس إلا ما نذكر قصة مثيرة جدا. بنت اتولدت سنة 1904 في إنجلترا. 1904. حديثا. البنت ده هنا اسمها دوروثي إيدي. عند 3 سنين نازلة على السلالم اتشقلبت وقعت فقدت الوعي. الدكتور جه لقاها ماتت. فسابها ورجع بأوراق الدفن. لقاها صحيت. لقاها؟ صحيت. مع ان جايب أوراق الدفن معاه. ايوه. فإنما صحيت تصرخ. أنتوا مين؟ أنتوا ما أنتوش أهلي؟ فين القصر اللي أنا عايشة فيه؟ فين الجنينة بتاعته؟ بالمناسبة دهيا لم تكتشف الجنينة بتاعت معبد أبيدوس إلا أخيرا. اللي هي بتاع ده هي قالت ان في جنينه موجوده. تمام. فدورثي ابتدت تقول انتوا مش اهلي، انا اهلي مش هم دول وبتاع، ودوها لاطباء امراض نفسيه، اطباء الامراض النفسيه كشفوا عليها وادولها مهدئات وبتاع، ما فيش فايده. مرت الايام وبقى عندها 7 سنين. تمام. خدوها يفرجوها المتحف البريطاني، دخلت القسم المصري بتاع المتحف البريطاني، اتجننت. ذا ماد جوي، او سميه الفرح المجنون. دول اهلي، دول ناسي، وتسجد قدام الملوك وتقبل الاقدام بتاعت الملوك. ملوك اللي هو التماثيل. في التماثيل في المتحف البريطاني. القصه الغريبه دي غريبه جدا. فأصرت على إنها لازم تتعلم الهيروغليفية عشان تقرأ الهيروغليفية اللي مكتوبة على الأعمدة وهنا وهنا وهنا. مفيش درس والتاني
وكانت هي استاذه للاستاذ اللي بيعلم. ده انت هتشوف اعجب من كده كمان. كبرت البنت واصرت على انها لازم تشوف مصر. الاقدار خلتها تقابل مين؟ واحد اسمه عبد المجيد، مدرس لغه انجليزيه مصري، اتجوزته واتجوزها رجعت مصر. جم هنا مصر بقى. في مطار القاهره سجدت. ده وطني ودي بلدي اللي انا عشت فيها قبل كده. يا سلام. دي دورثي ايدي. المهم ابتدت تتعرف على الجمعيات الفلكيه وعلى وكتير قوي يعرفوها لغايه النهارده يعني، يعني عصروه. زي حواس، الدكتور زي حواس من ناحيه، ودكتور ميسرة عبد الله حسين انا سالته قال لي اه طبعا عصرتها كتير وكانت رائعه جدا، وكانت تحرم دخول المعبد لواحد في ايده سجاره ولا لابس حاجه مداس في رجله، يعني ده حاجات مقدسه جدا. وحتى حكى لي قال مره عملوا لها اختبار في لوحه معينه في مش عارف ايه لسيتي الاول، وكانت الدنيا ضلمه وهي مغمضه راحت جابتها مع انها كانت مخفيه يعني. يا خبر ابيض. يعني ما يدل على انها عاشت في هذا المكان فعلا يعني. عاشت ازاي يا دكتور؟ دي حاجه بره المنطق والعقل. سعد سليم، هيا بقى هقول لك اللي جاي. سعد سليم حسن في الترجمه الهيروغليفيه، من الهيروغليفيه الانجليزي او عربي او لاخره، وكتير قوي من اللي كانوا معاصرين في ذلك الوقت في الثلاثينات والاربعينات ساعدتهم الى حد كبير في دقائق الكتابه الهيروغليفيه والنطق بتاعها المظبوط. ايه الحكايه بتاعتها بقى؟ هي بتحكي لها كتاب اسمها ام سيتي. تمام. ليه؟ لانها انجبت طفل من عبد المجيد سمته سيتي على اسم على اسم سيتي الاول اللي هو عمل معبد داود. ام سيتي دي في الكتاب بتاعها ذكرت بقى انها بعد ما صحيت جالها كاهن قال لها انا اسمي حورو رع، وانت كان اسمك بندر شيد معناها قيثارة الفرح، ده الاسم المصري بندر شيد، وسموكي في انجلترا، انت اتولدتي في مصر، انت كنت مولودة في مصر 1904 اتولدتي في انجلترا وكان اسمك بندر شيد، سموكي دورثي ايدي موجود هو. ايه الحكايه بقى؟ شرح لها شوفي انت كان والدك فقير، وكان الكلام ده هو 1200 وحاجه قبل الميلاد اللي هي ايام الاسره 19، فوالدك خدك واداكي لدير كان موجود في ابيدوس، فانت عشتي مع الرهبان اللي هناك لغايه ما بلغتي سن 12 سنه، كنت رائعه الجمال، فالكهنه بتوع الدير خيروك يا اما تسيب الدير وتمشي بقى، يا اما تكوني في الدير تشتغلي كخادمه في الدير يعني وبتاع، فهي فضلت البقاء. كويس. اوكلوا اليها الاحتفاليه السنويه اللي فيها ادريس وازاي ست بيقتله وازاي ازيس تيجي تصحيه بدموعها، فكانت بندرشيد كانت هي اللي بتيجي تصحي هي دي دكتور من الموت. هي دي دورثي؟ دورثي هي دي. دورثي ايدي. تمام. والله فيها تصدق فيها عرق مصري. فيها عرق مصري، تحس فيها حاجة مصرية، الطمش مصري كده. هي المهم ان كل سنة بقى كانت هي بتقوم بدور مين؟ ازيس. عشان تصحي مين؟ ادريس. تمام. اللي قتله اخوه ست. عند سن 14 سنه ظهرت عليها بوادر الحمل. ده منين؟ ما تقدرش تتكلم. بعد التعذيب الشديد والمحاولات المستمره اعترفت. سيتي، الملك سيتي هو السبب. الدير كله وقع في مأزق. ما حدش قادر يقول للملك انت السبب وانت اخره، وما يقدروش يخلوها في الدير وهي حامل. صحيح. فكان الحل الوحيد ان تنتحر.
فانتحرت بندرشيد قيثارة الفرح. وروحها الهائمة ده هي بقى للي بيؤمنوا بالري انكارنيشن او تقمص الارواح، هي تقمصتها لما ماتت على السلم بعد ما وقعت، وصحيت تصرخ وتقول ده مش بيتي، ده فين القصر بتاعي، فين الجنينة بتاعتي، فين الكلام ده. يا نهار ابيض، ف دي حكاية ولا في الافلام. قصة اولا الجامعة الامريكية بتحتفل بيها كل سنة، ولها كتاب اللي هي ام سيتي. ودلوقتي بالمناسبة ده هي جوزها سابها لان جات له وظيفة مهمة قوي في العراق، فقال لها تيجي معايا العراق، قالت له ما سيبش مصر. وفضلت على ان تبقى في مصر وتنفصل عنه. وانجبت ابنها ده هو وسمته سيتي، واصبح اسمها هي ام سيتي. شيء المؤسف بقى انها اوصت بانها، الدكتور ميسرة بيقول لي انها كانت بتعالج الناس بالطب المصري القديم بالنباتات الطبية والحاجات اللي زي دي. كان لها يعني باع كبير في الموضوع ده، حكى لي عنها كتير قوي دكتور ميسرة عبد الله حسين. فالمهم هي اوصت بانها عند وفاتها تدفن في ابيدوس، في معبد ابيدوس. تمام. فلما توفيت الدولة رفضت هذا، قالت ما فيش حد يدفن في هذا، ده معبد اثري وممنوع. قالوا ندفنها في مدافن المسيحيين، رفضوا. قالوا ندفنها في مدافن المسلمين، رفضوا. فدفنوها جنب احد الاديوره، ولها مقبره هناك مكتوب عليها ام سيتي، واي حد بيروح هناك ابيدوس ممكن يشوف المقبره ده. هي يا خبر ابيض. ف ايه القصه دي؟ يعني قصه يعني قصة كده تاخدك لعالم الخيال والسحر يعني. في ناس كثيرة تؤمن بالري انكارنيشن، عندك الدروس كلهم يؤمنون بالري انكارنيشن. بس ري انكارنيشن من انسان متوفي للسواحل مولود. ري انكارنيشن اللي هو تقمص الارواح. اللي هو تقمص الارواح. الهند بقى يعتقدون ان ممكن تقمص الارواح يبقى في حيوان، وممكن في انسان. وفي الحيوان كعقوبة، انما في الانسان ك وجماعة الدروز دول بقى لعلمك هم أتباع الحاكم بأمر الله اللي كانت أخته ست الملك. أيوه. وهي اللي قتلته على جبل المقطم، كان مغرم بالأفلاك والحاجات اللي زي دي. فعلا هي اللي قتلته؟ أخته، ست الملك. ما أنا عارف إنها أخته، كانت على فكرة حكيمة جدا وقوية وست قوية وكده. هو كان ضعيف ومريض. بالظبط، كان مجنون كمان. يعني ده كان هيقتل الهيثم. اللي هو العالم الكبير بتاع البصريات ده. وهي لدرجة ان اخته قالت له ادعي الجنون عشان تفلت منه. وادعي الجنون فعلا. لما بقى قتل واشاعوا ان ربنا خطفه، اتباعه اللي كانوا مؤمنين بيه ومصدقين فيه هربوا على الجبال بتاعت ارض الشام، اللي هي سوريا ولبنان والحتت اللي زي دي، اللي هم الدروز دلوقتي، وانهم ناس مهمين جدا. مفهوم. يعني منهم فريد الاطرش واسمهان وجنبلاط بتاع لبنان، وكلهم دول دروز يعني، لازالوا فئه موجوده حتى الان. صحيح. يؤمنون بالري انكارنيشن، انها الروح ممكن تتجسد مره تانية في مكان تاني. لا دي قصه النهارده بصراحه يا دكتور، يعني مش درس وفيلم وقصه انا بقترح بقى فضل. ان حاجه زي دي، وهي حاجه رائعه جدا بالنسبه لمصر، ده احنا ممكن نعمل فيلم عالمي على دورثي ايدي او ام سيتي. والله صحيح. او اسمها ايه؟ بنت رشيد السلم، او ازاي ان اسمها ايه من مصر القديم؟ بنت رشيد. بندرشيد معناها قيثارة الفرح. بنت رشيد حتى اسمها جميل يعني. ممكن نعمل فيلم اسمه بندرشيد. والله حتى الاسم يعني جذاب وخلي الناس عندها فضول. فلو اتعمل فيلم عالمي بالشكل ده، وسيتي بقى والابيدوس يعني ممكن وندخل فيها القصه الساحره بتاعت يعني ازيس واوزوريس كمان، الناس هتنبهر. طبعا. طب ايدي على كتفك. ايدي على كتفك. انا ممكن اجيب لك حد كتيب. تدي له المعلومات
انا اديله فكره ما هي كده، ما هو القصه كلها من الاول لاخر. يعني حد كاتب يعني بيعرف يكتب قصه وسيناريو وحوار ويعمل سيناريو بقى، محتاج الروايه نفسها، الفكره نفسها من عند حضرتك، الفكره نفسها، واديله التفاصيل بتاعتها. طيب خلاص اتفقنا، وهنكسب كتير قوي بنار الفيلم ده يا دكتور. طبعا هتبقى حاجه كبيره، هنعمل انا وانت مكسب كبير ان شاء الله. اوكي حبيب. عندك مانع؟ لا لا طبعا، يسعدني. طيب ماشي اتفقنا. شرفت ونورت يا دكتور، نلتقي مساء الاحد القادم على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا ان شاء الله. بعد الفاصل ألبوم النجوم والمؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي. اقول لا لا حبيب قلبي يا استاذ، حبيب قلبي دلوقتي. صباح مساء الخير، مساء الورد. ازيك يا استاذ تامر؟ عامل ايه يا نجم؟ كله تمام يا استاذ تامر. كله حلو؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. فيش تهنئه سريعه كده؟ طبعا بهن حضرتك وبهن كل الاهلاويه. محترم طبعا، محترم زملكاوي محترم طبعا، بنهنيكم دايما. شكرا رب. ايوه دايما، دي مهمه قوي يا رب. هقول ايه؟ حبيبي طيب عشان الوقت ما يسرقناش النهارده، وتاريخه طويل وكبير الحقيقه وقيمه. النهارده عندنا واحد من الاعلام، اعلام السينما المصريه. كنت بدل ان شاء الله استاذ محمد عن راينا فيه كده ومقارنات، بس مش نقول مقارنات طبعا دلوقتي على الهوا، لكن الحقيقه انا قلت له استاذ محمد انه البرنس اللي هنتكلم عنه النهارده متقل الوان التمثيل، كوميدي وتراجيدي وتاريخي وديني، الحقيقه ما سابش وفي كل حاجه كان علامه. احنا النهارده هنتكلم عن برنس السينما او فارس السينما زي ما كان بيطلق عليه زمان، الفنان الراحل الكبير احمد مظهر. طبعا احمد مظهر، انا عايز اقول يا استاذ تامر ان لو اتكلمنا عن احمد مظهر هنتكلم عن جزء اساسي وجزء اصيل من تاريخ مصر، مش من تاريخ السينما المصريه فقط. احمد مظهر ابن حي العباسيه اللي مولود في 8 اكتوبر 1917. تمام. وطبعا التحق بالكلية الحربية. الكلية الحربية وكانت دفعته مين يا أستاذ تامر؟ كانت دفعته الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات. وفي صورة ليهم وهم كلهم طلبة. في الكلية الحربية وموجود فيها أحمد مظهر والزعيم جمال عبد الناصر والزعيم محمد أنور السادات. حلو. صورة كده ليهم، صورة جماعية، صورة كبيرة ليهم. تمام. وزميلهم وكان معهم كمان زكريا محي الدين والمشير عبد الحكيم عامر. كويس، ناس كتير من اللي كانوا في مجلس قياده الثوره. طبعا وتخرج سنه 38 من الكليه الحربيه. كويس. وفور تخرجه كان في سلاح المشاه. ثم سلاح الفرسان. تمام. ثم قياده مدرسه الفروسيه. حلو. بقى مدرس في مدرسه الفروسيه في الجيش المسلح. كان صولات وجولات في الفروسية وعمل بطولات، وحتى من ضمن البطولات في الملك فاروق بيسلمه كاس. يعني في صورة برضو للملك فاروق وهو بيسلمه كاس الفروسية. هي دي الصورة اللي قلت عليها؟ ايوه بالظبط، شايف حضرتك التلات علامات دول هم عليهم احمد مظهر والرئيس جمال عبد الناصر ورئيس السادات. عشان انا بس قدامي، انت عارف ان النظري على قد بعد العملية. مين فين؟ لا هي الصور بقى، لو قربنا الصور اكتر، لو عملنا كده قولوا لنا يا شباب انتوا عشان نرشد الساده المشاهدين مين فين. قربوا الصوره انتوا وشوفوها في كنترول واعرفوا فين احمد. احمد مظهر اللي في النص. ايوه احمد مظهر اللي في النص لوحده. وفوق والدائرتين اللي فوق جنب بعض جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر والسادات. بالظبط. مين اللي مين؟ صعبه؟ لا افتكر جمال، افتكر غالبا. لا مش هنلعب في لا خلاص نسكت. هو في صوره بقى، في صوره بقى زيها بالظبط بينه ملتصق بالرئيس جمال عبد الناصر. في صوره غير دي ملتصق بالرئيس جمال عبد الناصر وهما اثناء الكليه الحربيه ايضا. تمام. والى جانب كمان تقديم الملك فاروق تسليمه كاس كاس الفروسيه لانه كان بيعمل بطولات كتير. ادي صوره اهي، شوف حضرتك الملك فاروق كان بيقلد احمد مظهر الفارس بقى ساعتها. فارس كان عشان كده خد معاه هذا اللقب في السينما. بالظبط، هو ظل فارس لاخر، حتى قبيل فترات الشيخوخه. صح. او سنوات الشيخوخه كان بيمارس هواياته المعتاده اللي هو الفرس اللي هو الخيل طبعا. مظبوط. ويعني وكان ضمن الضباط الاحرار، ده كمان ضمن الضباط الاحرار في عقب قيام ثوره يوليو 52 طبعا.
تاريخ حافل طبعا بالمجد طبعا السياسي والعسكري. دي الصورة هو شوف حضرتك مع الزعيم جمال عبد الناصر وهو الفنان احمد مصر. كويس. دخل السينما ازاي؟ دخل السينما عن طريق زوج اخته المخرج ابراهيم عز الدين. كان بيعمل الفيلم الوحيد اللي عمله فيلم ظهور الاسلام سنه 51، وكان محتاج شخصيه، شوف دخل شخصيه شريره ابو جهل صح، وكان عشان خيل والكلام ده، فجابوا في الشخصيه دي باذن من باذن من الكليه الحربيه او من القوات المسلحه، وبالفعل ادى الدور ونجح، والفيلم نجح نجاح ساحق، وده كان اول فيلم ديني في تاريخ السينما. ده كان سنه كام؟ 51. الفيلم ده للاسف مش موجود، مش موجود، مش موجود للاسف يعني. وان كان في ناس كتير، في ناس كتير فاهمه ان اول ظهور له في رد قلبي. لا ده 51، رد قلبي 57. اكيد رد قلبي بعد الثوره، اكيد المنطق يعني. بالظبط اه. فجاله يوسف السباعي وقال له عايزينك، قال له ماشي. لكن اول تمثيل له في سنه 51 في فيلم ظهور الاسلام. ظهور الاسلام، ظهور الاسلام. في صوره كمان، هو كان في صوره معانا كمان، في صوره ليه هو في الفيلم ده. اول ظهور له في السينما كان في ظهور الاسلام سنه 51. حلو. في دور ابو جهل. لكن حضرتك بتقول للاسف الفيلم ده مش للأسف موجود، اللي هو كان في نسخه منه، لكن نسخه مش كويسه وكمان اتحذفت. تمام. من بعد ظهور الاسلام بفتره طلبوا الكاتب الكبير الاستاذ يوسف السباعي وهو احد رجال القوات المسلحه ايضا، وقال له عايزينك في فيلم رد قلبي في دور البرنس علاء. قال له انا موافق، مفيش مشكله، بس اجيبوا لي اذن. فبداوا يصوروا، وصور حوالي ثلاث ارباع مشاهده، لكن الاذن جه بالرفض. اوف. فاضطر انه يستقيل. وبدي الصوره اللي حضرتك أيوة كنت بتقولوها، دي اول ظهور لاحمد مظهر. شوف حضرتك، اول ظهور لاحمد مظهر في شاشه السينما، دي اول مره يقف قدام كاميرا. بالظبط. هنا كان في فيلم ظهور الاسلام. بالظبط. سنه 51. ده دور عمرو بن هشام الشهير بأبو الحكم. أبو الحكم اللي هو أبو جهل. أبو جهل أيوة. صح، عمرو بن هشام. بالظبط. ومن فيلم رد قلبي، طبعا رد قلبي قال خلاص استقال، استقال علشان يكمل الفيلم. 57، كم ده سنة 57. تمام. فيلم عمل في نفس السنة 57 فيلم بورسعيد، اللي بقى ده إحدى صوره الخاصة. عمل فيلم بورسعيد. صح. عمل فيلم كان عامل فيها ساعتها جنرال انجليزي. بالظبط. في فيلم بورسعيد. ايوه. وايضا وعمل فيلم غريبه مع نجات. لا مش فاكر. موجود الفيلم ده. والطريق المسدود مع فاتن حمامه. ده عارفه. وطريق الامل ايضا. في طريق الامل هنا جابوا عز الدين الفقار، وكان عز الدين الفقار كان انفصل عن السيده فاتن حمامه، وده كان اول فيلم يعمله بعد الانفصال عن السيده فاتن حمامه. ومعروف ان فاتن حمامه كانت بتختار اي حد جديد. وما كانش في مخرج يقول لها لا. المره دي عايز الدين، هي كانت رافضه احمد مظهر. تخيل حضرتك، قالت لا مش عايز احمد مظهر في دور في فيلم اسمه طريق الامل. لو تفتكروا حضرتك كان معاه شكري سرحان ورشدي اباظه وزهره العلا ومين شكيب. وكان اسمه حافظ مظهر، كان اسمه في الاول حافظ مظهر. لكن لكن فجاه لقيت عز الدين ذو الفقار مصمم، وامام تصميمه اقتنعت فاتن حمامه. بعد ما شافته وكان اول شوت بينها وبينه، راحت لعز الدين الفقار وقالت له لاول مره الذكاء يخني. ده بعد كلام مع احمد مظهر نفسه. وبدات علاقه فنيه وطيده بين احمد مظهر وفاتن حمامه لغايه اخر حاجه بينهم، يعني اشتغلوا مع بعض كتير. صح. يعني هنلاقي بعد كده على طول فيلم الطريق المسدود، وكان دور اكبر. مزبوط. مع شكري سرحان، وكان اخراج صلاح ابو سيف. ثم الفيلم الاهم دعاء الكروان سنه 59. سلام. والفيلم ده رشح بركات، هنري بركات رشح كمال الشناوي لدور المهندس، لكن فاتن حمامه قالت لا احمد مظهر. هي اللي اختارته؟ اختارت احمد مظهر. يا نهار ابيض. التمال يجيب كمال الشناوي، وكمال الشناوي بدا يلون نفسه ويجدد نفسه. كان عمل المراه المجهوله، وكان عمل صح. لقيت انا عايزه احمد مظهر، وقد كان ده يعتبر دور عمره المهندس. مهندس. ايوه. ده والفيلم ده مثل مصر في اكبر مهرجانات في العالم. دعاء كروان علامه، واحتل المركز الخامس في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. صح. دعاء كمان، دعاء الكروان هنلاقي سلسله افلام اعمال مهمه. يعني هنلاقي الضابط يوسف في جميلة بحريت. مظبوط. حتى ايضا معانا صوره حصريه للضابط لاحمد مظهر.
وجنبه الضابط يوسف الحقيقي اللي ما زال لسه على قيد الحياه. يا نهار ابيض، الضابط الجزائري في فيلم جميل ابو حريت. ايوه صورتين كده مع بعض، واحمد مظهر وجنب الشباب كده. صورتين مع احمد مظهر وجنبيه صوره اخرى مع بعض كده. دي الصوره دي احمد مظهر والضابط يوسف اللي في اللي هو مثل دوره فيلم جميل ابو حريت. جميل ابو حريت تمام موجود. حلو. والفيلم ده من الافلام العظيمه جدا. هتلاقي بدايات احمد مظهر كانت بدايات افلام مختلفه، يعني فيلم بورسعيد عن بورسعيد الباسله، جميل ابو حريت عن الجزائر، ورد قلبي عن ثوره 52. بخلاف الافلام الرومانسيه بقى زي طريق الامل وطريق باب المسدود بالظبط. وبعد كده من دعاء الكروان عمل لوعه الحب. اهو شوف حضرتك ده، تصدق شبهه؟ يا سبحان الله، تصدق شبهه؟ صور حصريه يا استاذ. لا لا، انت دايما بتاع الحصر يا ريس. شوف هو لا زال على قيد الحياه، ربنا يديله الصحه. الضابط يوسف طبعا. الضابط يوسف اللي فعلا فيه شبه منه كتير. والله في شبه. شبه، ولولا بس ان صوره احمد مظهر مطفيه شويه لو منوره شويه هتلاقيه بالزبط. شبه الضابط يوسف، هو يمكن شعره اطول شويه بالزبط. لكن الشنب مع حرده العينين مع المناخير، لا فيها شبه كبير يعني. من فيلم دعاء الكروان هلاقيه غير جلده على طول. فيلم لوعه الحب كان جاي عطشجي في السكه الحديد صح، مع شادية وعمر الشريف. فيلم بقى تحفة، فيلم جميل، وده كان اللقاء الأول بينه وبين الجميلة شادية، وده يمكن أول مرة يلمس كوميديا. بالظبط مش كده؟ يعني كل الأفلام اللي حضرتك قلتها قبل كده كلها أدوار جادة، دي أول مرة يعمل، وهو مش كوميديان بس دراما الموقف، كوميديا بالزبط. الموقف درام الفيلم فيه حاجات كتير أو فيه مشاهد كتير مختلفة يعني. كمان هلاقي النضارة السوداء مع نادية لطفي واخراج حسام الدين مصطفى وقصة احسان عبد القدوس، من الافلام المهمة جدا. فيلم حلو طبعا. الى ان جاء الناصر صلاح الدين سنة 63. الناصر صلاح الدين انا عايز اقف عنده لان هي دي اهم محطات احمد مظهر طبعا. طبعا لان هو كان المفروض ان النسخة الاولى بعز الدين ذو الفقار اللي هيخرجها عز الدين ذو الفقار، والبطل في النسخة الاولى عيسى العوام، والناصر صلاح الدين هو مساعد لعيسى العوام. لا يا راجل، ما دي النسخة الأولى، واللي كان هيقدم الناصر صلاح الدين ساعتها رشدي أباظة. دي كانت النسخة الأولى. لما توفى عز الدين ذو الفقار تغير السيناريو خالص، وأصبح النسخة الأولى الأهم أو الشخصية الأهم في الفيلم الناصر صلاح الدين مع عيسى العوام. حلو. فتم إسناد الدور لأحمد مظهر مش رشدي أباظة. ده بعد ما ادوه يوسف شاهين؟ اللي ادوه يوسف شاهين بعد عز الدين الفقار، ادوا الفيلم اخراجيا ليوسف شاهين. ليوسف شاهين، فهو اختار احمد مظهر بدل من رشدي اباظه. رشدي اباظه هو طبعا كان طبعا الاثنين طبعا اساتذه قامات طبعا كبيره، بس طبعاً انا بشوف كل مخرج له رؤيه. انا بشوف ان احمد مظهر طبعا قدمه باقتدار. صحيح. باقتدار صحيح. واصبح الفيلم ده علامه مميزه في تاريخ السينما العربيه كلها. صح. بالمعارك كاركتر احمد مظهر مع طبعا جسمه مع فروسيته تخليه قلق. بالظبط. ده كمان يعني اللي خلى يوسف شاهين يفكر في احمد مظهر في كبطل الفيلم ده، الفيلم اللي سبقه بالظبط، فيلم وائس لماه. شوف وائس لماه معانا برضو في حاجه مهمه. اتفضل. دي النسخه العربيه، ده اتعمل نسخه مصريه وائس لماه، دي الافيش المصري لابن عبد العزيز، احمد مظهر، احمد حمدي، الفيلم اللي احنا كلنا عارفينه. اتعمل منه نسخه ايطاليه، ممثلين اتعمل منه نسخه ايطاليه، ادي عماد حمدي ودي شجره الدر، المفروض تحيه كاريوكا. انما دي ممثله ايطاليه. ايه ده بجد؟ اسمها سيلفانا. ايوه دي مش تحيه كاريوكا. دي ممثله ايطاليه اسمها سيلفانا. سيلفانا ايوه. وده عماد حمدي صور مع سيلفانا. ايوه بالظبط. واللي اتغير ثلاثه، محمود المليجي وفريد شوقي وتحيه كاريوكا، وتعاد تصوير الفيلم بنفس الابطال بس باختلاف الثلاثه الابطال دول. يا راجل ادي النسخه الايطاليه. سبادا اسلام. وفي يعني النسخه طبعا النسخه الفيلم الايطالياني النسخه مش موجوده مش متوفره. لكن كل المتوفر الافيشات وبعض الصور. حلو. دي نسخه ايطالي وبنفس الابطال لبنى عبد العزيز، احمد مصر، باختلاف الثلاث ابطال تحيه كاريوكا ومحمود المليجي وفريد شوقي، دول اتغيروا بممثلين طالعين. واصبح الفيلم في وتعرض في ايطاليا وتعرض في اكثر من دوله. تمام. اوروبيه. تمام. والفيلم طبعا فيلم وائس لماه كان فيلم نجاحه في هذا الفيلم هو اللي شجع اهله لناصر صلاح الدين يوسف شاهين انه يختار ناصر صلاح الدين. ناصر صلاح الدين قدم بقى ادوار كتير خلاص بقى انطلق. انطلق مع سعاد حسني، عمل غصن الزيتون وليله الزفاف، عمل مع نادية لطفي النضاره السوداء وايام الحب وايام بلا حب، يعني اعمال كثيره جدا.
لدرجة ان هو بدأ حب يتمرد على التمثيل فبدأ يخرج. اخرج تجربتين في نفوس حائرة، وكان البطولة للوجه الجديد انذاك ميرفت امين، كان اول مرة تظهر، هو اللي ظهر ميرفت امين. يعني ميرفت امين ظهرت مش في ابي فوق الشجر او الافلامها، ده نفوس حائرة، تأليف واخراج وبطولة احمد نصر. حلو. بعد كده عمل فيلم اسمه حبيبة غيري، ده سنة 76 برضو اخراجه لا مع نادية لطفي وناهي شريف، لكن للأسف التجارب بتاعته باءت بالفشل الذريع. ما انا طبعا فشل ان الحاج بتقول اسماء ما انا ما سمعتش عنها، لان هو نفسه هو حبيب غيري، حبيب غيري وحبيب غيري ونفوس حائره ونفوس حائره، لكن هو اعترف بفشل في التجربه، لكن يكفي انه خاض التجربه. حلو. وعمل قبل كده ايضا مع سعاد حسني فيلم اسمه الضوء الخافت، ده كان تاليفه ايضا. تمام. لكن هو ما كانش ناجح في التاليف او في الاخراج. يظل هو احمد مظهر في الكارير السينمائي، وقدم ما ننساش ايضا دوره في فيلم الشيماء بجد، يعني من الادوار من الادوار المهمه جدا. وتشوف حرق وتشوف حضرتك في مشهد الفينال هو اخذ الحصان بتاعه وبيجري، طبعا شوف يعني، وده الحصان بتاعه الحقيقي. ايوه كان اكيد يعني ما كانش بيستعين. اخر مشهد خالص لما الرسول عليه الصلاة والسلام خلى سبيل الأسرة وعفى عنهم، والشيماء توسطت له فخلى سبيله، فخد الحصان وطلع على قمة الجبل وقال لك يا رب لك وحدك، لك وحدك، لك وحدك، أشهد لك وحدك. هو فعلا يا أستاذ تامر في بداياته هو كان بيحكي أنه تأثر بكتب بسير الخلفاء الراشدين، وكان كان من أمنية حياته انه كان يجسد نرود. شخصية علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فعلا كان متأثر جدا بهذه الشخصية العظيمة طبعا، بس ما حصلش. لكن انت عارف حضرتك ما كانش تجسيد تجسيد الخلفاء الانبياء والخلفاء ده، لكن هو كان بيتمنى ده. طيب. من خلال الادوار عمل بقى بعد كده المسلسلات الدينية اللي ابدع فيها، صح، على هامش السيرة تقريبا هو نجم المسلسلات الدينية في التلفزيون في لسنوات طويلة جدا جدا، ولغاية وقت قريب كان بشغال، يعني فضلت نجوميته لانه بدأ هو مواليد 17 فبدأت نجوميته من اوائل الستينات بدري، يعني لا كان كبير في السن، هو كان جسمه ما يبانش عليه انه كبير في السن، لا انا قصدي بدري من الايام الفروسيه والحرب والجيش. أيوة. وبعد كده يعني شوف السنه 17 سنه 60 يعني تقريبا حاجه يعني 38 30 سنه ولا حاجه بدا يبقى نجم، فعشان كده كنا بنشوفه بطل قدام نجلاء فتحي، قدام نيلي، ده بسبب ان جسمه ما كانش بيبين عمره الحقيقي بالظبط، قدام ميرفت امين مفهوم، قدام نوره في مسلسل علياء المدينة، فهتلاقي حتى ظل يتعامل مع السينما باستحياء في السنوات الاخيره، لانه كان بيحب قوي نفسه، بيعتز بنفسه. هلاقي النمر مع محمد زكي في النمر الاسود، هتلاقيه ايضا مع يمكن كان اخر افلامه فيلم عتبه الستات مع نبيل عبيد وفاروق في هقول لك اخر حاجه عشان هم عايزين يقولوا لي لازم نختم. نختم شبه مين من ممثلي هوليوود؟ مين يا استاذ تامر؟ معرفش. لا حضرتك تقول، انا مش متذكر حد والله. واحد شنبه شهير قوي. مين؟ مفيش حد في شنبه زمان في عنده شنب غير. طب قول لي مش وقت. كلار جيبل. كلار جيبل. في حد عنده شنب غير؟ انا بس عايز اقول حاجه قبل الفنان. يلا بينا. في اواخر حياته في الشيخ قعد في مزرعته لوحده وسئل ليه كده؟ قال فلسفه غريبه جدا. قال انا ببعد في سنوات الاخيره عن اولادي عشان يعتادوا غيابي عشان لما اموت ما يحزنوش عليا. يا حبيبي يا حبيبي. حتى في صوره هو قاعد بالروب كده، دي اخر صوره، دي اخر صوره التقطت ليه قبل وفاته بشهور معدوده. اعتزل الحياه وهو كان في صحته عشان ياخد الناس عشان على ياخد ايوه عشان اولاده ما يتصدموش في وفاته. الله يرحمه. ويظل فارس نبيل في اخلاقه وفي فنه وفي اعماله الفنيه العظيمه. ادي اخر صوره لي يا استاذ تامر. رحمه الله عليه، فنان كبير وفارس كبير. وما ننساش في الاخر عشان الناس هتلومنا بعد من الاخر، العلامه الكبيره بتاعت الايدي الناعمه. الايدي الناعمه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. هنقول ايه ولا ايه؟ عليك واحد عليك واحد. شورت حبيبي ونورت يا استاذ محمد. نشوفك ان شاء الله على خير. إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وتصبحوا على خير.